هن ما بدهم يانا نتطور ونصير دولة أحسن منهم، بدهم يانا نضل عايشين تحت جناحهم طول العمر. والله معك حق يا أخي، وكل شي حكيته مزبوط كمان. من كل عقلهم مفكرين انهم رح يضعفوا هي الدولة، بدهم البلد تضل قاعدة ما عم تعمل شي. الله سبحانه وتعالى مثل ما خلق البذرة وطالع منها شجر أشكال ألوان، عطى لهالشعب عقل يفكر كمان، وصار فيه للإسلام علم ودولة. هون القلعة الأخيرة وهون الموقف الأخير، وهدول المهندسين مؤمنين بقدرة هذا الشعب وبالعقل اللي عنده إياه. مثل هدول المهندسين بيتحدوا المهندسين الألمان، وإذا نحن تركناهن بين إيدين هدول السفلة بيكون عيب علينا. إيه بس الحل مو إنه نهجم على القنصلية. أنا بهجم، وإذا اضطر الأمر مشان البلد مو بس بهجم على القنصلية وبهجم على السفارة. بدهم يحبسوني، بدهم يعذبوني، ما لا فارق معي، أنا رح فوت لحالي. عكيف بترجاك وقف ابني، قد ما كان هدفك صحيح لازم الوسيلة تكون صحيحة، إذا عملنا هيك منصير نحن الغلطانين. كارلوس أخوك عاكف راح، شو بنعمل؟ أخي هلأ هون أراضي أجنبية مو هيك؟ إيه طبعاً أخي، أنا بحياتي ما طلعت برات البلد، شو رأيك نزورها؟ إيه منزورها سوا لكان. الحقني لكان الحقني. ولك أنتو جنيتوا؟ وقفوا بقى، لا تفوتوا وإلا بيقطعوا لكم كرت. نحن كروتنا مقطوعة من زمان لك يا باشا، يلا بالتا. هدول جنوا على الآخر. شو عم يعملوا هالمجانين هدول؟ سيدي هدول دخلوا لجوا. شو قلت؟ ايه نطوا من على السور وفايتين لهون. معلش اقتلوهم فورا، ما حدا بيقول لكم شيء. مستحيل، وقتها بتصير المشكلة كتير كبيرة، بكفينا لهون. هون أراضينا نحن، وهدول الناس عم يتعدوا على أراضينا ويحتلوها، وحسب القوانين الدولية هي تهمة. سيادتك أنت شو بتقول؟ تمام، حاولوا انكم توقفوهم. شباب لا تستخدموا سلاحهم. اذا منقوص هون منروح فيها ما؟ لك مو بس مشاننا نحن، بس منحط البلد بموقف مو منيح. طيب كيف بدنا نلاقي لهاد؟ لك الا ما نلاقي شي طريقه. نحن ثلاثه مو بسلاحنا، بقلوبنا بدنا ناخده. ايه والله معك حق. شو عم تعملوا انتوا؟ كارلوس لازم نلاقي الزلمه اللي كان ببيت المهندس. ايه نحن فايتين مشانه، بس وين بيكون؟ لازم ندور بكل مكان هون، خلونا نفترق، انتوا روحوا هيك وانا رايح من هون. تمام اخي، بالتا. ما صار غير وقعنا بالمشاكل. صالح شو عم يصير هون؟ الحكي اللي سمعته غلط مو هيك؟ مع الأسف صحيح سيدي. ما ردوا علينا، فاتوا لجوا، قلنا له لا تفوتوا بس ما رضيوا. لك مجانين هدول، كيف بيعملوا هيك؟ ممكن تصير حرب. سيدي رح يوقعوا الطيارة اللي فيها مهندسين من عنا. كيف يعني؟ مشان هيك خطفوا المهندس، لا يعرفوا منه على أي طيارة رح يكونوا المهندسين. ايه ماشي، بس هالحكي هاد شو له علاقة بالقنصلية لك أليف؟ اللي خطف مراد بيك تخبى جوا، وإذا بدنا نحمي باقي المهندسين لازم نجيبه. الله الله، أنت متأكدة إليف؟ متأكدين سيدي. تفضلوا، هذا المستشار. يعني شو بدي أقول له أنا هلا؟ نعم سيدي. لك انتو ليش ما عندكم حس بالمسؤولية أبداً؟ الدنيا عايمة عادي. لك انتو كيف بتدخلوا على القنصلية؟
راح احبسكم كلياتكم كلياتكم. الموضوع تحت مسؤوليتي انا سعادة المستشار، كان لازم نتدخل. يعني شو كان لازم تتدخل؟ ها الجماعة راح يوقعوا الطيارة. عاج مسخرة يا، شو هالكلام؟ من وين جبت هالحكي؟ انا شو بدي اقول للوزير هلا؟ شو بشرح له؟ يلا اطلع فورا انت ورجالك فورا. يلا تاخر الوقت. عفوا بس رجالي ما بيطلعوا من المكان لحتى يخلصوا الشغل اللي بلشوا فيه. عم تكبر راس؟ انت انتهيت انتهيت. حابب تقضي باقي حياتك وهالكم سنه اللي ضلوا لك بالسجن؟ اذا انت حابب تقضيهم مع مرتك واولادك هلا بتطلعوا فورا. عصاب؟ لا معقول، بالعكس بدهم يعطونا أوسمة شرف لأنه بدنا نسبب بحرب للبلد، وعم يسألني إذا بدنا ياهن ذهب أو فضة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لهالدرجة الوضع خطير؟ خلي عاكف يطلع من جوا وإيديه فاضية ورح ورجيهم كيف بيكون الخطر. بالتا اخي الجماعه مسلحين. شو يعني نحمل حالنا ونهرب؟ لا لك اخي، بس يعني جماعه مسلحين، قلت بخبرك مشان تنتبه منيح منهم. ايه واذا كانوا مسلحين انا من طرابزون كمان. يعني بتعرف اذا بتقول هالنكته لشي واحد من الحراس اللي برا الله وكيلك شي واحد منهم بيموت والتاني احتمال كبير ينفلجوا منها. شو صار؟ بين علي اني خفت؟ لك اخي انا ما قلت لك انك بتخاف. لك ليش كنت عم ترجف لانهم مسلحين؟ اخي انا راقبت المكان وقلت اللي شفته، عيب عليك تحكي عني هيك. طيب يلا امشي. لك جايين لهون رح تصير ازمه كبيره، روحوا وقفوهم ولا تخلوهم يفوتوا. ليش هلقد خايف؟ روق شوي. انت يا ريت تختفي وتروح من هون. طلع فورا، لا تنمسك هون على القليله. يلا احكي ولك قول اي طيارة هي ولك قول اي طيارة بتكون توعوها ولك احكي احكي اضرب قد ما بدك واذا بدك قتلني كمان هديك الطيارة رح توقع احكي 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 احسن ما تقول لك جوزة حلقك عم تفهم عمل لك احكي احكي مين المسؤول هون؟ أنا، تفضل. أنا هلأ صرت المسؤول. إيه وشو يعني هالحكي؟ أنا عندي رجال فاتوا لجوا. بعرف، وكلكن هلأ متورطين، ويا أما بيطلعوا رجالك من جوا أو منفوت نحن منطالعهم بالقوة. ليك هدول ليك؟ الرجال؟ أنا فكرتك عم تفهم علي. الأمر جاينا من فوق وعنا الصلاحية بإطلاق النار، وإذا أنت حابب إنه يضلوا رجالك بخير خبرهم يطلعوا من غير مشاكل. بس دقيقة،
ما بدك كل هالقد. الشباب اللي جوا عم يضحوا بحياتهم مشان هي البلد، وانتو جايين لهون بدكم تقوصوهم؟ إذا بيصير أي شيء على حدا من رجالي حسابكم رح يكون عسير. بما إنه انتو هيك بدكم، اجمعوا لي سلاحهم. يلا هات سلاحك أخي. الكل يرجع لورا. دقيقة شوفي، نحن ما عملنا أي شيء غلط. لا تحاولوا تقاوموا أبدا. بموتك بيرضحولك، بموتك، بفطسك، بقتلك. لك شو عم تعمل؟ احكي وإلا بقتلك بأرضك. أي طيارة؟ وقف، وقف. أربعة عشر ونص أنقرة رح تطلع من الصبحية عجوجين. طيب كيف بدكن توعوها؟ احكي كيف بدكن توعوها؟ رح يفوت واحد بجاب ميكانيكي على الطيارة ورح يخرب الطيارة وهي بالهواء. الله يلعنكن يا كلاب، الله يلعنكن. قوم اتركه. وقعت حالك بورطة كبيرة، مو مشكلة، متعود. نسيت قلك شغلة كتير مهمة، أنا الميكانيكي يلي رح يعطل الطيارة. روح فوراً، اطلع من الباب الوراني ولا تخلي حدا يشوفك يا حيوان. تحركوا لك. أخ بس لك يا عاكي، انت كنت منا الوحيد لك أخي. عرفت شي طيب؟ تأخر الوقت كتير. شو نعمل فيهم؟ خدوهم ولاقولهم شي مكان منيح. يلا ولاك. حضرة القنصل، عمل اللي بدك اياه، ضربنا موتنا، ما حدا منا رح يتأثر بهالشي. بس المهندسين اللي على هديك الطيارة عم يشتغلوا كرمال هاي البلد. نحنا مانا متضايقين منكم بنوب. لكن ليش هيك عم تعملوا فيهم؟ سياسي، هيك بتكون السياسة. عم حاكيك بلغة الإنسانية، وقف رجالك أو خليهم يوقفوا رحلة الطيارة. عم قلك خليهم يوقفوها. إذا في بقلبك ذرة ضمير وحدة لا تحمل زم كل هدول البشر. خدوه، خدوه من وشي. 14 ونص على أنقرة، بس ما تكون هي. اسمعيني منيح، انت بتعرفي مرتي وابني على اي طياره رح يطلعوا شيء؟ كانوا مسافرين على انقره من شان مناسبه، رح شوف. طياره 1430 رح تطلع من مطار صبيحه. انت متاكده؟ ايه، انا اللي حجزت التذاكر. يا الله، انا شو عملت؟ اركع ركبك. على ركبك. على ركبك. لا ما حذرت يا صاحبي، نحن ما عم نركع إلا للي خلقنا. يا شباب لا تكبروها كل هالقد، شو نحن خواني حتى تركعونا؟ انتو من أي بلد ولا؟ لك أخي إذا بدكن تقوصوا يلا قوصوا. كأنه في فيران هون. دمك كتير خفيف يا كارلوس، لك لتكون مفكرن أولادي اللي قدامك يا زلمة. انت ما بيمزح معك أخي؟ أخي عن جد هلأ بس كأنه حنك الأخ هون مايل شوي. أنو منون؟ اللي على اليمين. لا لا اللي على اليسار. لك يا شباب واحد. هلأ ما عاد شفتوا يعني؟ والله الظاهر أنه المكان ما ناسبني، ما بعرف،
ليك أخي أنا رح ورجي ليك الحنك هون عند شفايفه بينتهي بآخر الحنك تماما بس ليك كيف كارلوس شوفوا شغلكم مع هدول أنا طالع ماشي يلا. أخي روح يلا أبو لاك قوم يلا يا ربي دخيلك شو صار؟ إليف 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 أخي صالح لا تشلقه إسعاف طلبوا لنا إسعاف عم يهرب امسكوه بسرعة شغلي معك لسه ما خلص وقف وقف ارفع ايدك ارفع ايدك هو انا هو يرفعون ساعدوني لو سمحتوا خلصوني من هالمجنون دخيلكم انا موظف بشتغل بالقنصليه هالحكي كذب اوعكم تسدوا لهالواطي بكفي حكي ترك السلمه ديروا بالكم اترك سلاح تمام اترك سلاحك تمام تمام اهدوا 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 تعال معي تحرك اتركوا هذا الزلمة اتركوه هذا الزلمة انقذ حياتي ودخل المهندس بإذن حضرتك متأكد؟ هاي متأكد هذا الزلمة إرهابي وزميلكم هون أنقذ حياة كثير من البشر اللي كانوا بخطر وبتشكروا بالنيابة عن نفسي أخي مرت الزلمة وابنه كانوا على نفس الطيارة أنت عملت معه معروف كبير لو مرتك وابنك ما كانوا بالطيارة شو كان رح يصير؟ لسه ما خلصنا يا حضرة القنصل لسه بدنا نحاسبكن على المهندسين اللي تسببتوا بموتهم لا تخاف لا تواخذنا تصرفنا بعنف بس هاي الأوامر تمام ما في مشكلة بالك على مهلك ايه أورفلي أهلين فيك ببيتك أهلين فيك أخي عن جد الواحد بهاليومين بيشتاق لبيته أخي هات عنك الشنتاي بالأول أخي عاكف ولا أنت المرة الجاي يمكن أنا رح أتخردق شو عم تقول عيب عليك ما هيدي الشر عنك أخي تركونا هلا قولوا شو بدنا ناكل عفنت معتي من أكل المستشفيات والله فايزة خانم قالت رح تجي تعمل عشاء أكيد بتكون جهزته فايزة خانم كأنما عاد تحركت من بيتكم بسم الله بسم أنا كان لازم يكون معي مفتاح الظاهر أني نسيانه عجبك؟ والله مو غريب عليك أبداً إيه طيب وين اللي جوا؟ بيكون مشغولي أهلا وسهلا أهلين وسهلين أهلين فيك أخي أهلين فيكي لا تأخذوني فكرت عاكف رح يفتح وأنا فكرت فايزة رح تفتح مو مهم المهم فتحته أي صح شو أخبارك سيبو منيح أخي أنت كيف يلا تفضلوا كارلوس مساء الخير سناء
لا تواخذني، جيت لهون بدون ما خبرك. عرفت عنوانك من الشعبة. أهلا وسهلا. بس خير؟ إذا فاضي حابة أحكي معك شوي، إذا بتحب يعني. فاضي فاضي. يلا أبني، يلا يلا. طقس حلو كتير، شو رأيكم تمشوا شوي؟ خلينا نمشي، مثل ما بيقولوا ما بتنمحى الرجلين من المشي. لكن نحن خلونا نفوت، تفضل. يلا يلا سيبك. انت جوعان؟ امشي نروح ناكل. لا انا على هدوك المطاعم مستحيل بقى فوت. طيب خدني لمكان ما بتحب. بس ما رح يعجبوكي. ايش بك عملتني من الطبق المخمليه؟ يلا خدني بقى. انت متاكده؟ ايه نعم. طيب امشي نروح معناها. يلا. مو على اساس كارلوس قال ما مشي الحال. انت لا ترد على كارلوس، المخلوقه رضيانه، بس كان بدها شويه دراما مو اكثر. بكفي خلص، بكفي لا تضحكني. ما في هيك شيء، بس القلب ما بيسمع كلمة يا جماعة. فايزة خانم، أنا ما بعرف هاي الأكلات أبداً، شو هدول؟ هاي سلطة إريدس، وهذا اسمه كاليماري مقلي، وهاي لازانيا. مين مجهز هذا الأكل؟ شبك عم تتطلع فيني؟ أنا من جديد لعرفت هالأكلات هي. صدقني مو أنا اللي طبخت، فايزة اللي طبخت. سوا طبخنا. يلا تفضلوا اقعدوا. يلا تفضلوا. عاكف معلش تساعدني شوي. أنا تعبت. يعني إليف بتساعدك؟ لا أنا ما فيني. برأيي أنتو فريق لابق لبعضه. لك كل واحدة بتحط لجوزة شي يتسلى فيه على هالطاولة، عم تخليني اشرب عالناشف هيك؟ من وين بدي جيب شرف؟ من هالكم قرش تبعون الراتب؟ أنا ما دخلني، قد ما كان اللي عم تقبضيه على طاولتي لازم يكون في تسلاية لما بشرب، أنا ما دخلني. عربي قديش أبطي اليوم؟ شو هدول؟ وشو بدهم يعملوا معي؟ ها؟ عطيت للولد ما كان معه مصاري وطالبين منه بالمدرسة. لك أنا شو دخلني بابنك؟ أنا وعدتك شيني رح أبيلك إياه؟ ها؟ أخي شرفك لا تظلمني. لك عم تشتغلي طول النهار وبالآخر بتعطيني بس هدول؟ شو عم تتصدعي علي أنت؟ خيوفك لا تضربني. الله يخليك، هلا بيجي ابني وبيشوفك. فكرتيني رح خاف من ابنك وليك؟ أنا بعتك وبعت له. لك صار كل هالسنين عم تضربني وما طلع مني صوت، على القليلة هلا لا تخلي حدا يعرف. لك حاجة تنقي بقى، طلعي بالمصاري لشوف وين خبيتيهم. هدول هني، هدول كلهم رح العب فيهم أمر. لك يا مرة أنا جوزك، بضربك وبراضيكي كمان، خليكي عقلي كرمال ما تاكلي قتلي. وهلا نقبري جيبي لي المشروب من البراد. يلا أنا بحياتي ما أكلت من هدول العربايات اللي بيوقفوا بالطريق، هلأ بيكون نظيف؟ يعني أنا ما بهتم كتير بهاي النقطة. صح الرز زكاتك. الرز تبع عمي عارف كتير طيب، تعرفي شو؟ كل يوم بجي وباكل منه. لا تقولها. كنت متوقع إنك ما تصدقي. يلي بعمله ما بيتصدق. المهم
قلتي إنه بدك تحكي بشي، شو هو؟ نحن فينا ننسى هديك الليلة؟ والله صعبة، بس مشانك أنت إيه؟ أنت بصراحة مبين عليك إنسان منيح، بس ما بعرف ليش وقتها ليك كارلوس، أنا معجبة فيك كتير. كارلوس؟ كارلوس أنت منيح؟ أنت منيح؟ كارلوس شو؟ صحة صحة أنت منيح؟ لا لك شو صحة؟ الأكل صار سم على معدتي. لك حدا بيفوت بهيك موضوع بهي الطريقة لك بنتي؟ إي والله ما بعرف، لا تواخذني، يعني إي مو حلوة من بنت إنه تحكي هيك، بس حبيتك تعرف يعني إيه، أنا معجبة فيك، برأيي نحن منستاهل فرصة لنكون فيها سوا. كلامك حلو وعلى عيني، بس يعني إنه أنت وين وأنا وين؟ معقول؟ مع هالشي أنا معك، ما عندي لا مال ولا جاه، شو رأيك؟ شو هاد؟ رغم هيك أنا مصممة. هلأ شيلينا من كل شي، تعرفي شو هاد؟ صورة، صورتك أنت، بس هي مانا صورة عادية أبداً، صورتها أول ما فتت على المهام الخاصة، تعرفي ليش؟ مشان تنحط على تابوتي إذا استشهدت. هلأ قوليها، فيكي تتحملي هالشي؟ طبعاً الله لا يقدر، بس بتحمل. أنا ما عم قلك عالصورة، بس فيكي تتحملي هالحمل؟ فيكي تستحملي عمر كله وانتي حاطة ايدك على قلبك انه يجي خبري؟ رح تستحملي دقات قلبك كل ما بده يندق جرس الباب عليكي؟ أعطينا صحنين عمي، يعني بالمختصر فيكي تمشي معي على هذا الطريق؟ ملقا وبرشلونة؟ طبعاً البرشا. ما ضل غير تفاحتين بالبيت، خوت كلهم مع السم الهاري. ولك انت خرجت تكوني مرتي، لا بتشربي معي ولا بتنبسطي معي. خدي لك شفة من هاد. لك مشان الله شو انت؟ ما بتخاف ربك بنوب؟ رح تكسب اختيتي كمان، بموت وما بحط هالنشرة. لك شفة وحدة ولك؟ لا تكسي خاطر جوزك، يلا شربي بقى، شربي شربي، قلت لك شربي، بدك تشربي، يلا شربي شربي شربي، قلت لك شربي، قلت لك شربي، ما بدي امي شربي، امي هالقليل الشرف الواطي، ولك غصب عنك خليك شربي، ولك انا بورجيك يا ندل، شربي يلا شربي، ها شربي، لك اترك امي روحيتك على الخالص، ولك انت ما فيك شرف، ولك يا واطي ما فيك اخلاق ابدا، لك انت واحد وسخ. لك امي عم تعمل رجال على امي يا كلب، لك انت بدك تعلمني المراجل، ها ابني لا ترد علي، خلص الله يوفقك ابني. لك امي خليني اقتله لهذا الوسخ، بلكي بنخلص منه نحن الاثنين. لك امي خلص، رح اوص عليك ولك، رح اوصك لشوف بأي رصاص. الله يوفقك. لك إذا بتلمس أمي مرة تانية بقيت لك بأرضك، ولك سمعتني؟ أمي خلينا نروح لعند خالتي، مننام هنيك، لأنه ما بدي أشوف خلقت هذا النجس اليوم. الله معكم، سلموا لي يا خالتك، الله معكم. خير شبك، شو عم تعملي هون؟ ولا شيء، عم فكر. بشو عم تفكري؟
شايفتك متفق كتير منيح مع فايزة وعم تطبخوا سوا وهالقصص كرمال سيبو. انت متأكد؟ شو يعني هالحكي؟ ما بعرف. روحاتكن على المطاعم سوا والطبخ سوا. يا ريت تحكي كل شي بقلبك. لما كنا سوا ما كنت حسك مبسوط. كان لازم تدوري على الخطأ اللي جواتك. شو قصدك تقول؟ أنا اللي كنت عم نكد عليك؟ ما كان عندي على وش الأرض غير شخص واحد بيقدر يزعجني وينكد علي، وهو أنت. ليش عم تستخدم صيغة الماضي؟ لأن كل شي صار بالماضي. بعرف إني عم بطلب شي كتير، بس للأسف أنا حياتي هيك. شو ما كانت الظروف تكون، أنا بدي أكون معك. ليكي، أنت مالك عم تتمسخري ما هيك؟ لأنه إذا كنت عم تتمسخري رح أكسر لك قلبك عن جد. أبداً. يعني هلأ يعني مين فيكم بده يدفع؟ اي والله ما حدا بده يدفع. يعني بتعرفوا تاكلوا بس ما بتعرفوا تدفعوا؟ لك تفهمنا، نلعوا من هون. ما بدي منكم لا مصاري ولا شيء. يلا نلعوا من هون، ناس وسخين. انت مين عم تقلع من الشارع ولاك؟ كارلوس قوم خلينا نروح من هون. بس دقيقة سنة يا شباب، فيكم تطلعوا فيني شوي؟ كارلوس وقف. عم تقول انه كل شيء انتهى هلا؟ برايك ما انتهى؟ من وقت ما اجت فايزة وانت تغيرت احوالك على الاخر. لك شو لها علاقة؟ بدل ما تلومي غيرك كنتي دوري على الغلط اللي فيكي. انا شو اللي عملت لك يا؟ اللي شو عملت لك؟ وطي صوتك هلا بيسمعوك. يسمع مين ما يسمع، انت من مين خايف؟ احكي. ليش ساكت؟ لا تكون خايف على مشاعره. والسبب؟ فعولة العم عارف حق اللي أكلتوه. يلا بسرعة. اسمعني منيح، اطلع من راسي، أحسن ما أعمل منك غربان. ولك أنت بالأول وقف مثل رجال وبعدين أحكي. ولك فهمان؟ لك أنت جانن شي. كارلوس دير بالك. تعال تعال. عم ترفعوا سكين بوجه زلمه قد ابوكم ما هيك؟ اترك من ايدك هالسكين ولك، اترك! تعال هون انت ويا ولا. وقف! انا فهمت شو مشكلتك، الظاهر انه انت حابب كثير انك تعيش مغامره جديده. ما في هيك شيء ابدا، ما عم تشوفي ما عم يمشي الحال. يمكن لأنه أنت ما بدك إياه يمشي. هيك ولا لا؟ إذا بترتاحي بقولها. إيه يعني برأيي انتهينا. انتهينا إليف. يمكن ما كان لازم نبلش من الأول. ارتحتي هلا؟ رح فوت على الخط. أنتوا منيح؟ صوتكم واصلة لجوا. لا أنا ماني منيحة. يا جماعة رجاء لا تتخانقوا. لك انتي ليش عم تتدخلي؟ ليش عم تتدخلي فهميني؟ اصلا كله من تحت راسك. إليف لا تاخذيها، يمكن شوي اعصابها تعبانه. نعم سيدي، هنن اثنين. تعوا خذوهم سيدي، عم بستناكم. لك اسكت، لا تطالع لي خلقي ولا. انت متصوب.
لك لا ما في شيء. لا ما تصاوب، يلا خلينا نروح على المشفى. لا لا مو دم. لما مسكتهم في واحد السفرة. لك هذا كاتشب عم بمزح. ليك وهذا هو شغلنا، انه نركض ورا الزعران والسرسرية. اوف يا وقف قلبي. عن جد خفتي يصير لي شيء؟ ايه طبعا يعني. شعور كتير حلو عم حسه هلا. إليف إليف وقفي شوي. بترجاك تركني بحالي إلكر. لا وقفي خلينا نحكي. ما ترك شي لا أحكي فيه. فايزة أنت لوين رايحة هلا؟ شو صار لك؟ لا تعملي هيك كرمال الله. ما شفت؟ قال أنا المسؤولة عن اللي صار. اسمعيني لا تردي علي إليف ولا تزعلي. أنا زودت وأنا هون، وفوق هيك نزعت لكم مرأكم كمان، لا تواخذوني. يا الله على شو هاد الحكي كمان؟ هدول الاثنين بيضلوا بيتخانقوا وبيتصالحوا، أنت شو إلك علاقة فيهم؟ خلص تصبحوا على خير. أنت طالعة؟ تصبح على خير إلكر. وأنا كمان رايح. طيب منشوفك بكرة. تصبحوا على خير. تلاقي الخير إن شاء الله. شو صار عكيف؟ شو قلتك؟ هالمرة شايفهم تركوا على الأكيد. هيك مبين. ايه بس هذا الوضع مو عاجبني. أي وضع؟ إنه عاكف عزابي وإنك قريبة منه. بلا سخافات. عم شوفك كيف بتطلعي فيه. رح تغرقي بالقصة عن جد. لا تخاف، أنا ماني مبتدئة مثلك. نستنى ومنشوف. قدامي. وين كنتي طول الليل ولي؟ وين كنتي؟ والله لا أحكي بس بلا ضرب. نحن نمنا ببيت أختي. لك يعني ما عندك بيت تنامي فيه بتنامي عندك؟ والله لربيكي وحرمك تطلعي برات البيت ولي؟ والله عهد الدم ربي ما بعيد. لا تضربني الله يخليك. الله إذا بتعيديها مرة تانية رح أتلك أنت وابنك. والله مشتهي نتفة. زلمك اليوم على هالحالة مع مرته خناق وعياط وضرب. زلمك اليوم يضرب مرته مو طبيعي. شو رأيكم يا جماعة نتصل بالشرطة؟ لك ما في إنسانة بالعالم تقدر تتحمله. لحتى تصل الشرطة المخلوقة بتكون ماتت من الضرب. لقدام شوي في شباب بيشتغلوا بقسم الشرطة بركي بيساعدوها. والله مزبوط حكيك. حبيبي تعرف بيت ولا جماعة الشرطة؟ ايه عمو بعرفه. طير لهنيك وقل لهم يجوا. حاضر. الله يعينك. يلا بسرعة.